صباح الخير يا بشير. صباح النور يا فن. قلل الشخير يا بشير، انا مش عامله لك اللحمه يا اربع مرات، ما عرفتش انام منك. ايه ده شرف؟ ايوه. فكرينا نقل اوضته من الجراج لفوق السطوح مع الكلب. حاضر يا ماما. يلا صباح الخير، بسرعه بسرعه. خلي بالك يا شرف، الراجل اللي عكسك زنفليه بالبوكس في وشه، واطلعي على الاسم وكلميني بسرعه. حاضر يا ماما. يلا خلي بالك. حاضر. ما تنسيش. حاضر. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا يا بنات فيلوا صدركم، يلا يلا فيلوا صدركم، يلا 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 امنهم امنهم. على مهلك. يلا يلا مفيش وقت. طلع يا ماما. تمام يا فندم، البنات في البوكس. كويس، انا شايفه وانا مش شايفه ولا ايه؟ يلا امن انت المداخل يلا والمخارج والمنور، يلا بسرعه ما تنامش. حاضر. يا بختك. يلا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. يلا يا أمانة. عندك شكلي كده وانا نازلة من بوكس؟ على أساس ان انا هنزل من الليموزين يعني؟ ناوليه من الشنطة. حاضر يا ماما. اتفضلي. استني يا عادل. يا أمانة المدرسة قدوة. اهو. أمانة. نعم. زي ما اتفقنا التعليمات. فيش ضحك. وشك زي الكلبشات. بصة في السبورة يا بنتي انتبهيلي، انا سيبك من الناس اللي ماشية دي، سيبك منه. اي مدرس يشد معاكي ناعم ممكن بريه ممكن استيك، امسحي بيه بلاط الفصل. اطلعي على الاسم، اعملي له محضر وكلميني. حاضر يا ماما. يلا شدي ومدي. خلاص يا ماما خلاص. اتفضلي امشي امشي امشي، محدش شايفنا. امشي ماشي. ايوه بس 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 هنا. خدتي تعيينك يا بنت؟ ايوه يا ماما. بقولك اي شاب يشد معاكي ناعم اديله كف في وشك. خلاص يا ماما. حاضر. يلا باي باي. مفيش ضحك. حاضر. وشك ما يضحكش زي الكلبشات. حاضر يا ماما. امشي يا تامر شد. بنت يا سناء، انت هتحضر روح مين النهارده؟ روح حمد سنية، هي اللي هتقول لنا اذا كان ابنها اتجوز على سنية ولا لا. الله يخرب بيتك، انا خايفه لو روح تقفل شويه ما تخرجش. مش هلاقي احسن منك احضر عليها الروح. اشتهت الاشتوت يا مخرج السر من بطن الحوت، شمهورش همشورش، احضر بالعجله وبالسرعه إن كنت في بحر ولا في ترعة. احضري احضري يا روح فتكات، يا بنت سنور ونعمات. احضري احضري احضري. أنا مش روح فتكات الملعونة، أنا ملكة الجن المجنونة اللي بقطع في النسوان المسجونة وباكلهم من غير ما اعصر عليهم ليمونه. انصرفي انصرفي يا روح يا شريرة.
مش هنصرف يا سناء غير اما خليكي تلفي في العنبر بشعرك المنكوش. بتحضري عفاريت يا بنت الهرمة؟ مخاوية جن؟ لا يا ماما، ده انا مخاوية عفرتين بالتبني، هخليهم يحولوكي كلب بلدي، واللي رايح واللي جاي حدف عليك بالطوب. ترموا نفسكوا عفاريت في سجني يا كلاب. ايه ده شوار؟ تمام يا فندم. فتشي السرير ده، انا سامع رنة. فتشي سرير مين ده يا كلب انت وهي؟ انا تف تف، تعالى يا بيت. اه يا فندم. الله 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 الله. موبايل؟ الله الله. وبكاميرا؟ لا ومش اي كاميرا، كاميرا 6 ميجا بيكسل. الله. وايه ده واتساب؟ يا خساره، بس النت مش واصل له. طب كنت قولي لي اوصل لك توصيله ولا حاجه. والله يا ست المورة ما اعرفش حاجه عن الموبايل ده. ما تعرفيش حاجه عن الموبايل ده ازاي؟ ما الواد حماده شنكته اهو، بعت لك رساله، بعت لك اغنيه انا شارب سيجاره بني يا مزه السنين. مش دي اغنيته؟ ما تعرفيش؟ خدي البت دي حبس انفراد يا شوار. لا الانفراد يلا يلا اجري. لموا نفسكم يا نسوان يا غجر، حضروا عفاريت عندي. تعالي يا بت، تعالي هنا قربي. ايوه يا اختي. خايفه مني ومش خايفه من العفريت؟ لاعي الباكج اللي انت عاملاه ده، لاعي. اهو سريرك انهي؟ هو ده. دوار يا شوار، هنلاقي بلاوي عفريت صغير ولا حاجه. غور ارجع لورا، ارجع لورا. لقيت ايه؟ تمام يا فندم. وريني. اتفضلي. ما شاء الله. اتفضلي. مكياج ده من سجن القناطر، ده مركز تجميل القناطر الخيريه. طب ما تعدوا عليا بالليل في المكتب اشد لكم الترهلات ولا انفخ لكم شفايفكم. حبس انفرادي. خدي. بلاش انفرادي والنبي يا ست. لا يا حبيبتي انفرادي. عايزه ايه؟ عايزه عفريت معاكي؟ يلا غوري. ايه المكبب ده؟ في ايه هنا؟ مخدرات ولا ايه؟ سرير مين المحروس ده؟ أنا. مين دي؟ دي هاله يا فندم. هاله، تعالي يا هلول، تعالي يا قمر. يا اختي بحبك قوي، تعالي. ورينا المكبب في السرير ده، ورينا. يلا بسرعه. الله اكبر سوداني. الله اكبر. امسك الموبايل. الله اكبر سوداني تاني. ايه ده ايه ده؟ كل الانواع، ايش مملح وايش بقشره. الله الله، لب وزدان. طب مش تقولي لي اجيب لك ربع كاشو ولا اجيب لك نص فستق؟ ايه يا حبيبي مين اللي دخل دول؟ معرفش. ما تعرفيش مولد انت؟ شكلك دي شكلها ما تعرفش. ده انا لو دورت هلاقي اتنين بيره مشبرين. طب قولي لي اجيب لكم مزه قبل ما امشي. حبس انفرادي. حبس انفرادي ليه؟ هتعجبك، دي ترابيزه على البس. يلا يا كحوله، احترموا نفسكم. تعالي يا اعتداد. عامله ايه؟ نحمد ربنا ونشكر فضله يا ست المأمور. بتاخدي الدواء في ميعاده؟ الحمد لله، البركه في ربنا وفيكي. لو عوزتي حاجه يا اعتدال مكتبي مفتوح لك، تيجي في اي وقت. عيني دي قبل عيني دي. ربنا يخليكي ليا وما يحرمناش منك ابدا يا ست الكل. تعيشي يا نسوان يا حوش. انا راجعه تاني الاقي رقاصه بقى بالمره. حساله يا ساتر، درك القلب هيقف عبال ما خرجت. قلت لهم الخايبين دول يشيلوا الحاجه عند اعتدال.